بقينا يعني جزئية في الريجريشن من المحاضرة الماضية، وهي اللوجيستيك ريجريشن. شفنا الريجريشن المحاضرة الماضية انه ممكن نحن نستخدمه عشان نعمل بريدكت لنيوميريك فاليو، فهو يعتبر من الإحصاء الاستنتاجي، انه انا من خلال متغير معين بدي استنتج قيمة متغير ثاني. ففي انا عندي الاكس independent variable والواي هو عبارة عن dependent، وشفنا كيف انه احنا ممكن نطلع الاكويشن بين اكس وواي من خلال انه انا عمل estimation للكوفيشنت. وشفنا انه في عندي نوعين من الريجريشن، في عندي linear والناتج بيكون عبارة عن معادلة خط مستقيم، وفي عندي النوع الثاني اللي هو polynomial، بتكون معادلة من الدرجة الثانية او الثالثة، يعني درجة أعلى. تمام. بالمناسبة برضو هذه، إنه أنت ممكن، ما بعرف إذا كان ممكن بولينوميال، مش عارف، يمكن التطبيق إنه كيف الكودينج تبع البولينوميال. أعتقد إنه هي موجود هنا عندك مثال، هاي البيانات أنت عندك هيك، تمام، فممكن تتبع المثال هذا وتجرب البولينوميال. كيف موجود على الجيت هاب؟ يعني هنا لو رحت على النوت بوكس في عندك هنا البولينوميال. طيب حكيت بدك تكون حذر جدا انه الريجريشن او اللوجيستيك ريجريشن هو عبارة عن كلاسيفيكيشن الجوريثم وليس ريجريشن، وحكينا الشغلة هذه انه ايش الفرق بين الريجريشن والكلاسيفيكيشن. الواي تحديدا، الواي بتكون في الكلاسيفيكيشن انه كاتيجوريكال، اما في الريجريشن بتكون انيوميريك. فاللوجيستيك ريجريشن هو عبارة عن كلاسيفيكيشن الجوريثم، هذا بيتطلب انه الواي تكون كاتيجوريكال، الواي تكون كاتيجوريكال، تمام. ف يعني هذا توضيح هذا الكلام. فالكلاسيفيكيشن انه بيكون في عندي مجموعة من الكلاسز او الكاتيجوريز، اما الريجريشن بيكون انا عندي الاوتبوت هو عبارة عن كونتينيوس او انيوميريك، تمام. طيب في عندنا نوعين من الكلاسيفيكيشن، في عندي باينري او باينوميال كلاسيفيكيشن. باينري كلاسيفيكيشن بيكون عادة عندك في تو كلاسز، يس او نو، ترو فولس، واحد صفر، بغض النظر عن المسميات بس بيكون في عندك تو كلاسز. اما المالتي كلاس او المالتي نوميال كلاسيفيكيشن بيكون في عندك ثلاثة فأكثر، بيكون في عندك ثلاثة في أكثر، تمام. فبالتالي انه يعني الانبوت، بغض النظر انه كان انا عندي انبوت واحد او انا عندي الاكس مكونه من عده فيتشرز اكس واحد اكس اثنين اكس ثلاثه اكس ار، تمام، انا عندي الاوتبوت بيكون انا عندي الواي القيمه تبعته صفر او واحد فقط. يبقى اللوجيستيك ريجريشن هو عبارة عن كلاسيفيكيشن تكنيك، ولكن انه في نفس الوقت بينتمي لعائلة اللينير كلاسيفاير. لينير كلاسيفاير، خلي بالك بحكي لينير كلاسيفاير مش لينير ريجريشن، يعني انت عندك الكلاسيفايرز انه لينير ونون لينير، تمام. اللينير بتكون انه في الحقيقة انه هو بيفصل لك البيانات تبعتك لمنطقتين، فوق الخط وتحت الخط، فوق الخط بتكون تنتمي لكلاس وتحت الخط تنتمي لكلاس ثاني. فهي اساس، يعني اساس اللينير كلاسيفاير، زي السبورت فيكتور ماشين مثلا على سبيل المثال، زي السبورت فيكتور ماشين. ما بعرف اذا انتم مريتوا عليها او عرفتوا عليها في داتا ساينس، هي عباره عن لينير كلاسيفاير، الهدف تبعها انه هو يبني خط او يوجد هايبر بلين، اللي فوق الخط بينتمي لكلاس واللي تحت الخط
وينتمي لكلاس ثاني. تمام؟ كيف؟ ان النون لينير كلاسيفيكيشن انه بيكون انت عندك البيانات لا يمكن فصلها يعني من خلال خط مستقيم او هايبر بلين بالضبط او مستويات. لا مش لا يمكن فصل البيانات، فبالتالي انه تحتاج لكومبلكس الجوريثم انه تزود فيها الطبقات زي النيورال نتورك، فبالتالي انه وكأنه تزويد الطبقات في النيورال نتورك بحولها من نون لينير للينير في الاخر، او انه انت الداتا نفسها تروح تعملها مابينج للينير سبيس، لسبيس جديد بتكون البيانات فيها لينير. وعشان توضح الصورة معاك اكثر، نعم هي زي ما حكيت لك السبورت فيكتور ماشين، انه انت بدك تدور الهايبر بلين، بس الهايبر بلين هذا في له خصائص، انه لازم يكون في له مارجنز. المارجنز هذه هي عباره عن هامش بيفصل، انه بدك اللاين اللي له ماكس ماكسيموم مارجنز بالضبط. تمام؟ فبالتالي انه انت ممكن انه توجد الخط الفاصل بين النقاط هذول، هذه بتنتمي لكلاس والنقاط الثانيه بتنتمي لكلاس تاني. تمام؟ فممكن يكون عندك الحل زي هيك، ممكن يكون زي هيك، ممكن يكون عندك عدد كتير كبير من الحلول. ايش هو اللاين اللي له اكبر هامش؟ فبدك تعمل استيميشن لهذه الشغله. هل لقيت المشكله الان؟ هي معادلات اللاينز هدول مع الهوامش طبعا بطبيعه الحال، لكن المشكله الان انه انت عندك البيانات موزعه بهذا الشكل، المربعات نقاط بتنتمي لكلاس والمثلثات نقاط بتنتمي لكلاس ثاني. هل يمكن في الرسمة هذه انه انت تفصلها بأي حال من الأحوال باستخدام هايبر بلين او لاين؟ مستحيل، هذه مش لينير. فايش الحل؟ الحل انه انت بتستخدم نون لينير كلاسيفاير. النون لينير كلاسيفاير انه في كومبلكسيتي. ايش الكومبلكسيتي هذه؟ زي انه انت تضيف طبقات في النيورال نتورك، فكل طبقة من النيورال نتورك تعمل هاندل لسبيسيفيك فيتشرز، وبتعمل زي كأنه تحول لك البروبلم من لينير لا من نون لينير 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 في الآخر، أو إنه أنت تلعب على البيانات. البيانات نفسها تروح تعملها مابينج من تعملها ترانسفورميشن من نون لينير سبيس لينير سبيس، بحيث إنه هي تكون سيبرابل قابلة للفصل. تمام؟ وتحط طيب فزي ما حكينا انه هو بينتمي لعائله اللينير كلاسيفاير بشكل عام. تمام؟ واللي 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 من ضمن العائله هذه سبورت فيكتور ماشين زي ما حكينا، بالاضافه للبولينوميال واللينير ريجريشن اللي احنا درسناهم المحاضره الماضيه. اللوجيستيك ريجريشن سريع ومش معقد بشكل نسبي، يعني طبيعه يعني بطبيعه الحال، ومريح جدا او سهل جدا انه انت تفسر فيه النتائج من خلال معادله زي ما احنا شفنا المره الماضيه. هو بطبيعه الحال انه اللينير اللوجيستيك ريجريشن انه يستخدم في الباينري كلاسيفيكيشن، ولكن انه ممكن انا اطبقه على المالتي كلاس بروبلم، ما في اي اشكاليه. طيب حلقيت الاساس الرياضي اللي انت بتحتاجه في اللوجيستيك ريجريشن، لازم تعرف السيجمويد فانكشن. ايش السيجمويد فانكشن؟ هذه المعادله تبعتها. تمام؟ زي ما انت شايف
انه السيجما تبعت الاكس بتساوي 1 على 1 زائد اكسبوننشال ماينس اكس. هذه دالة السيجمويد. ايش بتلاحظ انت عندك في القيم؟ الرينج تبعها قديش؟ الرينج تبعها من، مش في الاكس، في الواي، من صفر لواحد. الرينج تبعها من صفر لواحد، فبالتالي ملائمة جدا للكلاسيفيكيشن. مش احنا حكينا انه الباينري كلاسيفيكيشن انه صفر وواحد، تمام؟ فهذه الدالة اصلا بطبيعة الحال هي عبارة عن دالة لوغاريتميك فانكشن، او دالة لوغاريتمية، تمام؟ والشيب تبعها الاس شيب زي ما انت شايف بهذا الشكل. فبالتالي انه انت بتاخذ كونتينيوس فاليو بين الواحد يعني والصفر، يعني من ماينس 10 ل 10، انه بتاخذ قيم انت عندك، تمام، معينه، لكن اذا كانت اكبر من 10 بتضلها واحد، واذا كانت اقل من 10 في الاكس بتضلها زيرو بهذا الشكل، تمام؟ فبالتالي إذا أنت بتطلع إنه في الغالب إنه هي يا إما بتكون قريبة للصفر أو قريبة للواحد على الدومين أو على الرينج تبعها، فزي ما حكيت إنه هي مناسبة جدا للأبليكيشن. إذا كانت إكس قريبة من الزيرو، تمام؟ الناتشورال ألجوريثم بيعمل دروب في الفاليو تبعته، تمام؟ باتجاه النيجاتيف إنفينيتي. فعشان هيك انه اللوج لما الاكس بتكون واحد، اللوج تبع الاكس بتساوي صفر، اللوج تبع الاكس بتساوي صفر. كيف؟ النقطة هذه انه الاكس لما تكون قريبة من الزيرو، تمام؟ الناتشورال الجوريثم يعني بيروح باتجاه الماينس انفينيتي. الناتشورال الجوريثم بيروح باتجاه الماينس انفينيتي، تمام؟ اما اذا كانت اكس قريبه من اتجاه من النيجاتيف، ولما تكون، عفوا، لما تكون الاكس بتكون واحد، فبالتالي قيمه اللوج تبع الاكس بتساوي صفر بهذا الشكل، تمام؟ كيف؟ وين نحطها؟ يعني صحيح، يعني كتير، يعني اللوج سكيل انه بيتم استخدامه لما يكون في عندي الرينج تبع بيانات كتير كبير ومش قادر انه انا اعمل له بلوت، فبالتالي ممكن اطبق عليه اللوج فانكشن. ف حكيت انت عندك الاكس لما تكون قريبة من الصفر، الناتشورال الجوريثم للاكس بيكون يعني قريب من الماينس انفينيتي، يعني كقيمه انه ماينس انفينيتي، تمام؟ ولما الاكس بتساوي واحد، اللوج تبع الاكس بتساوي صفر. يعني لما تكون انت عندك ماينس انفينيتي، معنى ذلك انه انت ممكن تتخيله انه عندك في الاتجاه هذا هو عباره عن رقم ضئيل جدا متناهي في الصغر، هاي المعنى تبعه الماينس انفينيتي، رقم صغير جدا متناهي في الصغر انت عندك لما بيكون انه في الماينس انفينيتي. واذا مغلبك النقطة هذه يعني خلاص. طيب،
زي ما شفنا في اللينير ريجريشن، في اللوجيستيك ريجريشن بدنا نبني اللينير كلاسيفاير. فايش المعادله تبعته؟ لتكون اف اكس برضه فينا عندي هنا كوفيشن بي 0 بي 1 تمام. فبالتالي انا بيكون في عندي لكل متغير في عندي كوفيشن بالاضافه للبيز تبعي تمام. هذه الفانكشن برضه بسميها لوجيت، برضه بسميها لوجيت. والفاريبلز هدول بي 0 بي 1 لغايه بي ار هدول بسميهم استيميتورز تمام، او كوفيشنت او الويتس. صحيح بالضبط، صحيح بالضبط تمام. فهنا هدول عبارة عن estimators أو coefficients أو weights أو خلاص coefficients تمام. وال logistic regression function bx هي بدنا نستخدم السيجمويد function لل fx. فبالتالي ال bx بتساوي واحد على، يعني أنت بدك تعوض في الدالة هذه، بدك تعوض في الدالة هذه اللي احنا شفناها هنا قبل شوية، لكل قيمة في x بدك تعوض في الدالة هذه عشان انت تطلع القيمة تمام. فبالتالي القيمة راح تكون يا اما قريبة من الصفر او قريبة من الواحد. طبعا ال bx هي عبارة، او ممكن تفسيرها انه هي عبارة عن ال predicted probability تمام. ايش يعني؟ حد، لا لا، الموضوع هنا على حسب، يعني انت بتعوض في دالة اللوج، يعني هنا دالة السيجمويد عفوا. صحيح، ما هو انت عندك هنا في الستيب لاحقة هنا بقول لك انه اذا كانت البروبابيليتي اكبر من 0.5 تمام بتكون واحد، otherwise بتكون زيرو. وبحكي لك مش بالضرورة انه انت تاخذ الثريشولد 0.5، ممكن انه انت تعليها او توطيها، او انه يعني زي هيك، يعني انت ممكن انه انت تعرفها 3 فترات، بتقول مثلا من صفر لبوينت اربعة هذه الصفر، من بوينت اربعة لبوينت ستة ممكن اقول انه الكلاس هذا انا مش عارفه تمام، ومن بوينت ستة لبوينت لواحد ممكن اقول انه القيمة تبعتها واحد بالضبط. تمام. يبقى ال بي اكس هي البروبابيليتي تبعت الواحد، والواحد ماينس بي اكس هي البروبابيليتي تبعت الزيرو. يبقى الواحد إلها بروبابيليتي والزيرو إلها بروبابيليتي صح؟ سيجمويد فانكشن. نعم، يبقى البي اكس البروبابيليتي تبعت المتغير اكس انت عوضت في دالة السيجمويد فانكشن تمام. اي رمز؟ البي كوفيشنتس. هذه كيف؟ لا لا لا، هي probability. صحيح. نعم. يعني logistic regression function اللي هي البي اكس هي عبارة عن السيجمويد فانكشن للاف اكس تمام. يبقى البي اكس انت بدك تجيب البروبابيليتي تبعت الاكس، كيف بدك تجيبها؟ بتجيبها واحد على واحد زائد اكسبوننشال اف الاكس ماينس اف الاكس بالضبط، اللي هي نفس المعادلة هذه.
هي 1 على 1 زائد exponential minus x. حاجات عملية حساب الـ best weights بنسميها model training أو fitting زي ما أنتوا تعودتوا في الماشين ليرن، تمام؟ يبقى الـ best weight عادة بنروح نعمل حاجة اسمها maximize the log likelihood function أو الـ LLF لكل الـ observations أنا عندي. بمعنى آخر أنا بدي أوجد الـ weights اللي بتعمل لي ماكسمايز للوج لايكليهود او بتخلي البروبابيليتي انه انا عندي افضل ما يمكن انا عندي او بتقلل الايرور بهذا الشكل، تمام؟ فبالتالي انه هذه الميثود بنسميها ماكسيموم لايكليهود استيميشن، وممكن تمثيلها بالمعادله انه انت ما دام انت في عندك يعني الواي زي ما حكينا انه ممكن تكون 0 و1 او ممكن تكون عده كلاسز 0 1 2 3، تمام؟ فانت هذا الكلام بتعمله لكل كلاسز، يبقى هي عباره عن summation الواي اي لوج بي اكس اي زائد 1 ناقص الواي لوج 1 ناقص البروبابيليتي تبعت الاكس اي، تمام؟ طبعا في عده طرق رياضيه عشان انه احنا نحسب البيست ويت اللي بتخلي ال LLF ماكسيموم قدر الامكان، تمام؟ بعد ما انه احنا نحدد الويتس تبعتهم ممكن انه احنا نستخدمها في البريدكشن زي ما حكينا. فبالتالي انه اذا كانت انت عندك قيمه البريدكشن اكبر من صفر معنى ذلك انه هي واحد، عفوا اذا كانت اكبر من 0.5 معنى ذلك انه البريدكشن واحد، واذا كانت البروبابيليتي اقل من 0.5 معنى ذلك انه البريدكشن بيكون صفر. وزي ما حكينا انه الثريشولد هذه انت ممكن انه تحطها هاير فاليو او لور فاليو بهذا الشكل. فبالتالي انه انت على سبيل المثال اذا كنت 0.5 مش معتبرها انه هي عباره عن انه انت متاكد انه هو الكلاس واحد، فبالتالي انه انت بتقول انه 0.6 وطالع هي واحد، و0.6 اقل من 0.6 ممكن اعتبرها انه هي كلاس زيرو. طبعا هذا الكلام احنا ممكن نطبقه على السنجل فاريت لوجيستيك ريجريشن. السنجل فاريت لوجيستيك ريجريشن معنى ذلك انه بيكون في انا عندي متغير واحد هنا زي ما انت شايف، هاي الاكس تمام وهي الواي واللي هي عباره عن البروبابيليتي تبعت الاكس والاف اكس، تمام؟ يبقى النقاط هذه اللي انت شايفها اللي باللون الاحمر هي عباره عن الاكشوال ريسبونسز، هي الداتا بوينتس تبعتك لما كانت الاكس قيمتها هالقد كانت الواي قيمتها هالقد وهكذا، تمام؟ الخط المتصل هو بيمثل الريجريشن لاين اللي هو البروبابيليتي تبعت الاكس، تمام؟ واللوجيت هو الاف اكس، هي عباره عن معادله الخط الفاصل اللي بيفصل بين الكلاسز. بمعنى اخر وين النقاط اللي فوق اللاين؟ بالضبط هذه النقاط اللي فوق اللاين، والنقاط بعتبرها انه الكلاس واحد. النقاط اللي تحت اللاين هيها بعتبرها انه كلاس صفر، او صحيح الكلاس صفر. واضح؟ يبقى هنا في هذه الرسمه انا في عندي ثلاث شغلات اللي هي النقاط نفسها، الريجريشن لاين اللي هو البي اكس، واللوجيت اللي هو الاف اكس اللي هو هذه المعادله تبعته. والمعادله هذه هي عباره عن معادله خطية وإلها كوفيشن زي ما حكينا، تمام؟ يعني هنا بس مجرد أمثلة بقول لك إنه لما كانت الإكس صفر قديش كانت قيمة الواي؟ كانت قيمة الواي صفر، تمام؟ ولما كانت الإكس 9 كانت قيمة الواي 1، تمام؟ يبقى العكس، اللي فوق اللاين صفر واللي تحت اللاين واحد، اللي فوق اللاين صفر واللي تحت اللاين واحد، تمام؟ طبعا هذا كلام حنشوفه كيف عملي وكيف اجيب معادلة الخط المستقيم هذا. طبعا في لها كوفيشنت بي واحد بالاضافة للبي زيرو،
تمام. يبقى اللوجيت اللي هي الاف اكس، هاي المعادله تبعتها زي ما حكينا، بي صفر بي واحد ضرب الاكس، بي صفر زائد بي واحد ضرب الاكس، واللي هي بتمثل هي عباره عن الداش لاين بهذا الشكل. طب لما يكون في انا عندي مالتي فاريت، برسمش انا بين اكس وواي، تمام. هنا اخذها لمثالين اكس واحد واكس اثنين، هو فعليا رسم بين اكس واحد واكس اثنين، تمام. واللاين هو بيمثل الخط الفاصل، اللي فوق اللاين كلاس واللي تحت اللاين كلاس تاني بهذا الشكل، تمام. فهنا كم كوفيشنت حيكون انا عندي؟ حيكون عندي بي 0 بي 1 بي 2، بي 1 بي 2 لكل متغير انا عندي، وبي 0 اللي هو البيز انا عندي بهذا الشكل. يبقى هذه اللوجيت فانكشن اللي هي الاف اكس 1 واكس 2، والبروبابيلتي انه انا بحسب الجوينت بروبابيلتي اكس 1 واكس 2 وبعوض في المعادله هذه بهذا الشكل، تمام. ونفس الكيفيه لما تطلع انا عندي 0.5، معنى ذلك انه صفر اكبر من 0.5 بيطلع انا عندي 1. خلينا نشوف تطبيق هذا الكلام بشكل عملي. في عندكم حتلاقوه في النوت بوك، هذا النوت بوك بعمل الامبورت تبعي، تمام. طبعا في الامبورت هنا راح نستخدم لينير موديل موجود في النمباي، وبرضه لينير موديل موجود في الاسكيلر، هيو اسمه لوجيستيك ريجريشن. فانت عندك هاي البيانات اكس هي عباره عن مجموعه من القيم، تمام، بين الصفر والواحد، الصفر والعشرة، تمام. فهي عبارة عن one dimension، والواي هيها مجموعة من القيم. أنا عندي هاي الكلاس الصفر صفر صفر، وأنا عندي وحاي بهذا الشكل، هاي الإكس وهاي الواي. أول خطوة بسويها بروح بعرف ال logistic regression method. طبعا انا بعطي له عده باراميتر. هذا اللوجيستيك ريجريشن ميثود هو عباره عن كلاس موجود في الاسكيلر في اللينير موديل، تمام. ايش بعطي له؟ السولفر ليب لينير بالاضافه لراندوم ستيت، تمام. طبعا الراندوم ستيت مستخدمه في معظم مكتبات الماشين ليرنينج في حال انه انا لما اعمل initialization للراندوم values، انه لو انا شلت الراندوم ستيت واجيت انا شغلته وانتو شغلته او اجيت شغلت كمان مره بتطلع نتائج مختلفه. لكن اذا انا بدي اثبت السيد الراندوم ستيت انه الانيشال نمبرز اللي الراندوم اللي بيصير لها او بيتم استخدامها، فساعتها انه بثبتها وبحط السيد انا عندي fixed value بهذا الشكل. لاحظوا ان انا في عندي هنا عده باراميترز موجوده في اللوجيستيك ريجريشن، هي مشروحه عندكم هنا، حنرجع لها لاحقا. بعد هيك بدي اعمل ترين للموديل، الترين للموديل بستخدم داله الفيت، تمام. او ممكن اسوي هذا الكلام في خطوه واحده، ان الموديل بيساوي logistic regression solver lib linear random state بتساوي 0.fit x y على طول بشكل مباشر. هنا بقدر اشوف الكلاسز model dot classes underscore، بيجيب لي انه الكلاسز انا عندي 0 و1 جابها من الواي. طبعا الانترسبت اللي هي بي 0 هاي القيمه تبعتها، والكوفيشنت هاي القيمه تبعتها قيمه واحده لانه انا عندي متغير واحد. طبعا انا بدي اعمل بريدكت هنا، تمام. طبعا هنا بعمل لك بريدكت للكلاس صفر وكلاس واحد. كيف بدك تعمل بريدكت؟ موديل دوت بريدكت بروبابيلتي، بتدي له الاكس، كل الاكس كل القيم تبعت الاكس بعملها بريدكت، فبرجع لك مصفوفه تو دايمنشنال. العمود الاول هو عباره عن البروبابيلتي تبعت الصفر،
وهذا البروبابيليتي تبعت الواحد. عشان هيك انت بتلاقي مجموع هذول القيمتين واحد. هنا انت عندك 62 37، عندك 50 مع كسر، وعندك 49 مع كسر، وهكذا. تمام. طيب هذا البروبابيليتي، بريدكت للبروبابيليتي. طب بدك تعمل بريدكت للفاينل كلاس، هنا ايش الكلاس؟ صفر ولا واحد؟ صفر. مش ال 74 اعلى من ال 25، وهذا حكينا انه الصفر وهذا الواحد، فبالتالي انه هنا اعلى وهنا اعلى، هنا اعلى، هنا لا، الكلاس البريدكشن واحد، هنا البريدكشن واحد 73، هنا واحد، وهكذا. تمام. فلاحظوا انه انا عندي صفر 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 واحد 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 بهذا الشكل. ليش؟ زي ما شفنا انه حسب اللوجيك اللي احنا شفناه، انه اذا كان اكبر من 0.5 يبقى الكلاس واحد، اقل من 0.5 يبقى الكلاس صفر. تمام. طيب ليش جبت البروبابيليتي للاكس؟ لا، انا جبت البريدكشن بروبابيليتي. لا، حكيت انا بعمل بريدكت للواي بس بمرر اكس كفاريبل بدلاله الواي. بالضبط، يعني هذه البريدكشن للواي. هنا قيمه الواي قديش؟ واحد. ليش؟ لانه البروبابيليتي تبع، عفوا، قيمه الواي صفر، لانه البريدكشن تبع الزيرو الكلاس زيرو 74 اكبر من 25. تمام. فالكلاسز انا عندي هي شفناها هنا، انا عندي الكلاسز 0 و1، فانا بعمل بريدكشن للكلاسز هذول. فهي البريدكت هيك مباشره، هيك انه حسب بناء على الثريشولد، اكبر من صفر، اكبر من 5 بيطلع 1، اقل من 5 بعد الفاصله طبعا صفر. السكور شفنا السكور المره الماضيه، هنا جايب لي السكور انه 0.9، معنى ذلك انه في غلط، صح؟ لما يكون السكور واحد بيكون انه الامور تمام. كيف بدك تشوف الغلط؟ في عندك هنا الكونفيوجن ماتريكس، مرت عليكم الكونفيوجن ماتريكس قبل هيك؟ انا عندي هنا كم كلاسز؟ تو كلاسز، فبالتالي هنا عندك 2 في 2. انت عندك الدياجونال، هذا الكوريكت بريدكشن، الدياجونال بهذا الاتجاه هذا الكوريكت بريدكشن، اما هذا عباره عن الانكوريكت بريدكشن. انا في عندي هنا انكوريكت بريدكشن، انه هنا ثلاثة انه عملهم بريدكشن صفر وهم فعلا صفر، والرابعة عملها بريدكشن انه هي واحد مع انه هي صفر. تمام؟ بهذا الشكل. فبنقدر نشوف الكلاسيفيكيشن ريبورت، هذا الايفالويشن شغلة مهمة جدا عشان اقدر احكم على الموديل، بيجيب لي البريسيجن والريكول والاف سكور لكل كلاس، للكلاس صفر والكلاس واحد. كلاس صفر انا عندي هنا البريسيجن واحد، لكن الريكول انه اقل، والاف سكور هي القيمه تبعته. تمام. طيب شو انا ممكن اسوي؟ ممكن اعمل امبروف للموديل بانه انا ادخل باراميترز ثانيه. ايش الباراميترز الثانيه؟ يعني على سبيل المثال زي الريجولايزيشن. الريجولايزيشن خلينا نشرحه هنا اول. في عندك مفهوم مهم جدا في المشين ليرنينج، هو مفهوم الاوفر فيتنج. ما هو الاوفر فيتنج؟ ندرب اكثر. فبالتالي انه بكون يعني في عندي بايس للترين ديتا بتدرب عليها بزياده، فبالتالي انه بصير فني انا عندي اوفر فيت. تمام. لا، الحل هو الريجولايزيشن. كيف الريجولايزيشن؟ انه الباراميترز اللي تعلمها بنروح بنفركش له اياها ونقول له تحفظش، افهم. تمام. انه انت اعمل جنراليزيشن، ما تكونش انه الموديل تبعك انه تو ماتش سبيسيفيك
لهذه الداتا سيت تحديدا. عشان تكون الامور واضحه وفعليا انا في عندي حاجه اسمها اندر فيت اوفر فيت، وفي عندي الفيت. الفيت هو الموديل لما يكون اداؤه كثير كويس. طيب الاندر فيت انه بالضبط انه انا ادربه على بيانات قليله جدا، او انه ادربه ايتريشنز قليله، خاصه في الايتريتيف موديلز او الايتريتيف الجوريثمز زي النيورال نتوركس على سبيل المثال. النيورال نتوركس بتحتاج عده ايتريشنز على البيانات بحيث انه هي تقدر انه تصل لاداء كتير كويس. فانا اذا دربتها دوره او دورتين فقط فبيكون عندها في هذه الحاله اندر فيت، ادائها بيكون كتير سيء، ادائها بيكون كتير سيء على التست داتا. تمام. الفيت بيكون انه هي افضل بيرفورمانس ممكن انه انا اتوصل له اذا انا زودت بزياده، دربت بزياده، زودت عدد الايتريشنز خاصه في الايتريتيف الجوريثم. معنى ذلك انه هنا راح تزيد انا عندي الايرور على الفاليديشن سيت. طبعا فعليا انت لازم تطلع ترسم الرسمه هذه، رسمه الايرور. انت في عندك الايرور على التريننج داتا والايرور على الفاليديشن داتا، طالما هم الاثنين بينزلوا معنى ذلك انه الوضع كويس، استمر في التدريب. لكن اول ما يبدو يعني يفترقوا التو ايرورز هذول، التو لاينز تبعت الايرورز هذول، انه هنا لاحظ انت عندك في التريننج ايرور بدا يقل الايرور بشكل كتير كبير، معنى ذلك انه الموديل صار بايست للتريننج داتا، بينما الايرور تبع التيست ايش صار في الطالع؟ اول ما بده يتفرقوا خلاص يبقى هنا صار في عندك اوفر فيت. تمام. طبعا الاوفر فيت له اشكال كتيره. في الريجريشن الاندر فيت معنى ذلك انه انت ترسم اللاين غلط، ترسم اللاين غلط، مش ما بيمثل البيانات هذه اللاين. لسه احنا قاعد بعمل استيميشن للكوفيشنتس تبعتي، لسه ما لحقت انه انا اعمل اوجد البيست كوفيشنتس عشان امثل البيانات. في هذه الحاله بيكون في عندي اندر فيت. الاوبتيمال فيت انه فعلا انه يكون في عندك لاين بيمثل البيانات زي ما شفنا. تمام. الاوفر فيت انه انت عندك الموديل هذا انه فعلا يكون يعني بيمشي على كل النقاط انت عندك تحديدا، فبالتالي انه بصير هذا اللاين بيمثل هذه الداتا فقط، اي نقاط جديده بستوعبهاش، يعني ما بيكون انه هو بيمثل هذا اللاين. اما في الكلاسيفيكيشن زي السبورت فيكتور ماشين او اللوجيستيك ريجريشن زي ما احنا شفنا، مش اللوجيستيك ريجريشن بدنا نرسم لاين فوق اللاين كلاس وتحت اللاين كلاس، والسبورت فيكتور ماشين برضه نفس المبدا، فوق اللاين بنرسم لاين او هايبر بلين فوق اللاين كلاس وتحت اللاين كلاس تاني. هجيت الاندر فيت تمام انه انت ترسم اللاين غلط، فبالتالي بيكون في عندك هنا بعض الايرورز بهذا الشكل. الاوبتيمال فيت انه انت يكون في عندك هي اللاين عندك زي هيك. لاحظ انه انت في عندك هنا اخطاء ولا ما فيش؟ في اخطاء بس مش مشكله. في سبيل الجنراليزيشن او النمط العام تبع البيانات، النمط العام تبع البيانات انه انا في عندي بيانات مكومه هيك وبيانات مكومه هيك حواليها. فالنمط العام انه اللاين يكون زي هيك بهذا الشكل، يعني انا في عندي هنا بيانات مكومه هنا وبيانات هيك جايه حواليها، فبالتالي من الطبيعي انه يكون اللاين زي هيك. فبالتالي ما بتطلع على هدول النقطتين اللي جابهم غلط. انا عندي هنا الكلاس الازرق هذا، انا في عندي نقطتين تتبع للكلاس الثاني، هدول ايرور، هاي نقطتين ايرور. وين في كمان ايرور؟ هنا جوا في كمان نقطتين زرقاوتين. تمام موجوده. موجودة مع النقاط الحمر. تمام. وهدول بيمثلوا برضو انا عندي ايرور. وين انت عندك الاوفر فيت؟ انه انت ترسم اللاين بحيث انه انت تجيب كل النقاط
هيك انت بترسم لاين بخرب الدنيا كلها، يعني انه انت بتجيب اللاين، يعني تخيل انه انت عندك الموديل انه يكون كومبلكس تو ماتش، بحيث انه يجي هنا بس عشان يجيب النقطة هذه، وبعدين يرجع هنا عشان يجيب النقطة هذه انه يخليها تابعة للكلاس الثاني. فهذا الموديل لا، في مشاكل كثيرة، اي داتا جديدة بيفشل في التنبؤ فيها. طبعا في النيورال نتورك او في الديب ليرنينج زي ما شفنا انه انت في الاندر فيت انه بيكون انت عندك عدد الايتريشنز قليله، وزي ما انت شايف انه التنين ماشيين مع بعض وامورك ماشيه، بس محتاج تتعلم اكثر، بس لسه ما وصلتش لافضل ويتس، فبالتالي انه انت محتاج فرصه اكثر انه انت تتعلم، هذا اندر فيت. اما الاوبتيمال فيت زي ما انت شايف انه هنا وصلنا لايرور، هي الايرور هنا افضل من هنا، لاحظ انه هذا ايرور، كل ما كان اقل كل ما كان افضل. اما هنا اول ما بيبدوا التو لاينز هذول يفترقوا، واضح بيكون انا عندي هنا اوفر فيت، لاحظ انه التريننج ايرور بيقل بيقل بيقل، بينما انت عندك الفاليديشن ايرور انه هو ثبت هنا او صار بده يصير في عندك في الطالع زي ما انت شايف في الرسمه. تمام، نرجع للموضوع تبعنا، ايش هو الاوفر فيتنج؟ يبقى الاوفر فيتنج عادة بيصير لما يكون في عندي كومبلكس موديلز. ايش الكومبلكس موديلز؟ يعني على سبيل المثال انت عندك في النيورال نتورك بتروح تبني نتورك كتير كبيرة، من الكبر تبعها تحفظ البيانات حفظ بيكون في عندها مشكلة، او بتدربها كتير نتورك عادية بتدربها كتير في iterations كتيرة، فبالتالي هذا الموديل بيعتبر انه هو كومبلكس، فبالتالي انه بيصير في عندك اوفر فيتنج. الريوليزيشن ايش بروح بيسوي؟ راح تلاقوا انه هذا الكلام برضه له علاقه كثير كثير كبيره بالنيورال نتوركس، لانه بالنيورال نتوركس حتلاقي انت عندك الكوفيشنز هذه هي عباره عن الويتس راح تكون انا عندي في النهايه. فالريوليزيشن هو عباره عن تكنيك بيحاول انه هو يقلل او يعمل بينالايز للكومبلكسيتي تبع الموديل، وعاده انه بيتم تطبيقه مع اللوجيستيك ريجريشن. تمام، وبروح بعمل بينالايزيشن للرارج كوفيشنتس، وفي عندي منه انواع، في عندي الواحد الاثنين وفي عندي الالاستيك نت. الواحد بروح بعمل penalized للlog likelihood function باستخدام scaled sum للabsolute value للweights. ايش يعني penalization؟ ايش ال penalization؟ penalization فعليا مش احنا حكينا انه انا في عندي في المعادلة هنا بدي اعمل estimation للcoefficients، هاي صح؟ هجيت الcoefficients هذه في iteration معينة، ممكن ايش اسوي؟ اروح اعدل على القيمة تبعتها. طبعا هو الالجوريثم بيحاول انه هو يوجد افضل coefficients، فعشان انه انا اخليه يعني اعطي له فرصه انه هو يتعلم اكثر، او انه هو يستوعب انه هو حفظ البيانات وانه لا هذه الويتس مش صح انه انت تكون قيمتها زي هيك، بروح بعمل بينالايزيشن، معنى ذلك انه انا بروح بعمل دروب كات من هذه الفاليو. الكات هذه قديش المقدار تبعه؟ المقدار تبعه يا اما بيكون عباره عن الابسوليوت سم للكوفيشنتس، او الخيار الثاني انه بيكون انا عندي السكوير سم للكوفيشنتس هذه كلها. تمام، اما الالاستيك نت ايش بروح بسوي؟ بروح بعمل لينير كومباينيشن بين الاثنين، لينير كومباينيشن بين الاثنين. واضح عندكم ايش هو اللينير كومباينيشن؟ كيف؟ لا ايش يعني ايش بيقول؟ أنت قصدك في الريجوليزيشن بشكل عام؟
انا سؤالي هل جيت على الالاستيك نت؟ لا لا، ما مش بعيد التريننج. في لحظه معينه من التريننج، تمام، الويتس اللي توصل لها الموديل بيروح بفركشها. كيف بفركشها؟ انه يغير القيمه تبعتها، بزود عليها الابسوليوت سام او السكوير سام او اللينير كومبينيشن. ايش اللينير كومبينيشن؟ انه انت بيكون عندك الناتج اللي انت بدك تضيفه هو عبارة عن linear combination. معنى ذلك انه انت بتقول ضيف لي قيمة الواحد زائد الاثنين، فبالتالي القيمة اللي انت بدك تضيفها على الكوفيشنس هي عبارة عن linear combination بيناتهم. ممكن يكون linear combination بيناتهم انه equal مع بعض، او ممكن انت تقول انه لا، انه تقول والله لا، اعمل لي مثلا 0.3 في الواحد زائد مثلا على سبيل المثال 0.7 في الاثنين. فانت عملت هنا linear combination بويت، ضيف لي قيمة الواحد بس اضرب لي اياها في 0.3، وضيف عليها برضو قيمة الاثنين بس اضربها في 0.7 بهذا الشكل، تمام. فlinear combination ببساطة انه انت مجرد انه انت بتجمع، تمام. هذا الكلام بيعمل امبروف للبرفورمانس بشكل سيجنيفيكانت، تمام، وخاصة على الانسين داتا. اوكي، طيب نرجع هنا للمثال. زي ما شفنا في المثال هنا كان السكور، يعني كان في عندي ايرور، صح؟ كان شفنا قديش السكور، وينه، كم كان على السكور؟ 0.9. هنا ايش حكينا بدنا نسوي؟ بدنا نعمل امبروف للموديل. هنا حكينا بدنا نعمل امبروف للموديل، تمام. ايش حكينا بدنا نسوي؟ بدنا شو اسمه، بدنا نطبق ريجولايزيشن strength C انه يكون equal ل 10 بدل ما هو كان انه الديفولت فاليو له اللي هي 1. فبالتالي انت عندك ال C هو عبارة عن الريجولايزيشن. قيمة الريجولايزيشن هذا هو عبارة عن probability، كل قديش انت بدك اياه يعمل regularization. فبالتالي هنا كان باي ديفولت قديش كان؟ 1، تمام. احنا زودنا، معنى ذلك انه انا بدي اياك انه انت خلي بالك تعمل جنراليزيشن اكثر، تحفظش البيانات، تعملش اوفر فيت، تمام. فبالتالي هنا الانترسبت بنجيب، نعمل فيت للموديل، بنجيب الانترسبت، بلاقي انه الانترسبت انا عندي اختلف والكوفيشنت انا عندي اختلف، تمام. نيجي نعمل بريدكت للبروبابيليتي، اختلفت البروبابيليتي. اي نعم ضايل هذا صفر، بس هنا كان في الاول 74، هنا صار 97. الكلاس 0 البروبابيليتي تبعته 97، تمام. خلينا نشوف الفاينل بريدكشن. 0 0 0 هذه كانت 1 بالمناسبه، صارت 0، تمام. 1 1 1 1 نشوف السكور جابهم كلهم بشكل كوريكت، تمام. هاي الكونفيوجن ماتريكس، انا عندي 4 و6 10 نقاط، فعلا كلهم correctly classified by classification report، تمام. طيب نيجي نشوف مثال على logistic regression على classification problem، والبروبلم هذه هي عبارة عن الهاند ريتن ريكوجنيشن. ايش الهاند ريتن ريكوجنيشن؟ الهاند ريتن ريكوجنيشن، خليني انا اورجيكم الصورة. هي فعليا هاند ريتن نمبر ريكوجنيشن، فعشان اورجيكم الصورة تبعتها، انه انت بيكون في عندك مجموعة من الصور، زي ما انت شايف الصور هذه باينري مكتوبة بخط اليد،
لمجموعة من الأرقام، أنت بدك تبني لوجيستيك ريجريشن موديل عشان يعمل بريدكت. أنت تدخل له الصورة بالمناسبة إحنا حندخلها كنمباي أري، فالصورة بدنا نعملها باينريزيشن، فالصورة الأبعاد تبعتها مربعة، يعني كذا في كذا، كذا بيكسل في كذا بيكسل، فبالتالي كل خلية كل بيكسل حيكون القيمة تبعته يا صفر يا واحد. هذا عبارة عن باترن، أنا بدي إياه يتعلم الباترن هذا عشان إيش يسوي؟ يعمل لي بريدكشن للكلاسز. الأرقام هدول كم كلاس أنا عندي؟ 8؟ ليش 8؟ الديجيتس قديش؟ 10، من 0 ل 9، من 0 ل 9، تمام؟ فبالتالي أنا عندي هنا الايمج 64 في 4، عفوا 64 اللي هي 8 في 8، تمام؟ قديش عدد الصور؟ انا عندي 1797 صورة، تمام؟ زي ما وضحت لكم هنا انه انا عندي صور هذه بيتم تمثيلها كبكسل بهذا الشكل، تمام؟ لاحظوا انه الانبوت انا عندي مش باينري، هو عباره عن جراي سكيل، جراي سكيل من 0 ل 16، تمام؟ والواي هي عباره عن من 0 ل 9، تمام؟ هاي بعمل الامبورت لللوجيستيك ريجريشن، هنا كلاسيفيكيشن ريبورت كونفيوجن ماتريكس، في انا عندي هنا ترانسفورميشن انا بدي اطبقه اسمه ستاندرد سكالر. طبعا الداتا سيت هذه بريلودد موجوده في الاسكيلان، بعمل لود للاكس والواي. انا عندي هاي الاكس زي ما انتم شايفين هي عباره عن صور، تمام؟ كل سجل هو عباره عن صوره مصفوفه مربعه بهذا الشكل، تمام؟ وهاي الواي، الواي انا عندي عباره عن الكلاسز، انا عندي من 0 ل 9، تمام؟ وعشان تشوفوا الشيب تبعها الشيب تبعها انا عندي 1797 سجل، تمام؟ اما الاكس شيب انا عندي 64، ليش 64؟ 8 في 8، تمام؟ وهنا 1797 سجل صور، اوكي؟ أول خطوة بدي أفصل البيانات، طبعا هذا الأسلوب أنت عندكم في الماشين ليرنينج أنت لازم تفصل البيانات أنت عندك لترين وتيست. إيش الباراميتر أنا عندي؟ حطيت أنا عندي الترين سايز أنا عندي 0.2، معنى ذلك إنه عفوا التيست سايز، معنى ذلك حياخد 80% للترين و20% للتيست. الخطوة الثانية بدي أعمل سكيل للديتا. السكيل للديتا هذه عبارة عن خطوة مهمة جدا، تمام؟ انه بده يعمل نورماليزيشن او ترانسفورميشن لكل القيم بحيث انه يكون كل القيم المين تبعها زيرو، معنى ذلك انه هو بروح بعملها نورماليزيشن لقيمة بين الماينس واحد لقيمة بي، يعني بين قيمة سالبة وبين قيمة موجبة بحيث انه يكون المتوسط تبعهم زيرو، تمام؟ ف هاي الخطوات تبعتها انه calculate the mean of the standard deviation subtract the corresponding كيف؟ هذا؟ لا هذا هيو ثابت، هنا عدد السجلات هذا ثابت. ليش؟ لا 64، انت عندك الصورة 8 بكسل في 8 بكسل صحيح، كل بيكسل فيتشر بالضبط، فانا عندي 64 فيتشر، وكل بيك كل بيكسل كل فيتشر القيمه تبعته بتتراوح بين 0 و16. بدي اعملها سكيلينج بحيث انه يكون المين تبعها زيرو، كلها نيوميريك داتا. الواي، الواي هي عبارة عن الكلاس،
ايش يعني كيف طلع؟ شو الاحتمالات اللي انا مثلا 1 ل 10؟ اه صحيح. طيب نعم مظبوط. كيف طلع الرقم؟ العدد تحت الصور لا 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 انا 400 صوره، وبعدين طلع سهم الاستاذ بس على سهم الاستاذ. انا على فكره راح فكره هين تلاحظ انه هنا هيو 0 1 2 وحطيت لك نقط 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 بعدين 8 9 بهذا الشكل. انت ممكن تعملها سلايسنج وتظهر انت عندك رينج معين على سبيل المثال عشان يطمئن قلبك انه هي 1797. فانا ممكن انا اعرض لك النتائج من 10 مثلا ل 40 ل 20 خلينا نقول او 25 عشان برضو انت تشوف انه النتائج. فبالتالي انت عندك هنا 0 1 2 3 لغاية التسعة وبعدين رجع مرة ثانية 0 1 2 3 4. فبالتالي البيانات أنت عندك أنه مرتب اللي هو هي عبارة عن 1 من 0 ل 9 متكرر متكرر حسب ال لأن الصور هي مرتبة زي هيك، أنه أنت عندك الصورة الأولى أنه كانت رسمة 0، الصورة الثانية رسمة 1، الثالثة رسمة وهكذا. بس انه هي مجرد انه هي عشان انها مرتبة بهذا الشكل. تمام؟ حكيت عادة انه هذا التكنيك الترانسفورميشن مستخدم على يعني انه جود براكتس يعتبر مع اللوجيستيك ريجريشن لانه بيزود البرفورمانس بشكل كتير كبير عشان انه تقدر توجد الويتس افضل ويتس انا عندي. فانت كيف ممكن انه انت تعمل الترانسفورميشن هذا؟ فبتعرف اوبجكت من الكلاس ستاندرد سكالر والاكس ترين بتساوي سكالر فيت ترانسفورم. هذا عباره عن الفانكشن انت بتسوي خطوتين في نفس الوقت. انت عندك الفيت تمام. ايش بتسوي الفيت؟ اللي هي بتحسب انت عندك المتوسط والستاندرد ديفيشن لكل كولوم تمام، والترانسفورم بتعمل الخطوه الثالثه والرابعه اللي هي سبستراكت وديفايد ال ويعني خطوه الابستراكت والديفايد عشان يجيب لك ال 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 يعني البيانات بعد ما انه عملها ترانسفورميشن. تمام. الخطوه الثالثه انه ايش بدنا نسوي؟ بدنا نعمل ترين للموديل. فهنا السولفر انا عندي ليب لينير والسي عرفنا ايش هي السي، هي عباره عن ريجولايزيشن محطوطه هنا 0.05 خفيفه تمام، والمالتي كلاس مكتوب اوفر او او في ار تمام. هنا بحكي لك انه هذه عباره عن باينري فيت لكل كلاس، معنى ذلك انه يعني انت ممكن انه انت تبدلها بين حالتين، يعني ممكن تبدلها مالتي نوميال اذا كانت انه انت عندك مالتي نوميال كلاس او او في ار يعني انه انت عملها باينري فيت لكل كلاس على حده تمام. طبعا بدنا نطبق هذا الكلام على التيست، بدي اعمل له ترانسفورم. لاحظ هنا انه احنا عملنا ترانسفورم فقط مش فيت ترانسفورم. هنا ما دام انت عملت اوريدي فيت مره واحده ما فيش داعي تعمل فيت كمان مره تمام. هنا ترانسفورم فقط، وهنا عملنا جبنا الواي بريدكت عملنا لها بريدكت جبنا السكور. السكور انا طلع معايا 96 تمام. طبعا هذا السكور تبع الترين اكس ترين مع الواي ترين. نجربه على التيست الاكس تيست مع الواي تيست. انت عندك طلع 94 اقل شويه. شوف الكونفيوجن ماتريكس تمام. هاي انت عندك الدياجونال هذا هو عباره عن الكوركتلي كلاسيفايد. في انت عندك بعض الانكوركت. الانكوركت وينهم؟ يعني على سبيل المثال 8 هنا جاب 33 منهم صح، بس واحده غلط منها اعتبرها 7 و2 اعتبرهم 3 و2 اعتبرهم 1 تمام وهكذا. فبالتالي في الكونفيوجن ماتريكس بتشوف انت عندك وين الايرورز بتكون موجودة. وهي الكلاسيفيكيشن ريبورت
تبعها. فانت ايش ممكن انه انت تسوي هنا، انه ممكن انه انت تغير في البارامترز تبع الموديل هذا وتشوف البرفورمانس تبعك انت كيف شكله، وكيف الكونفيوجن ماتريكس كيف انه بتتاثر بهذا الاطار. نعم، بس هو بيتعامل معها كنمط. يعني انت عندك النمط تبع الثمانية انه انت بيكون في عندك مجموعة من البيكسلز متصلة مع بعض زي هيك، بغض النظر انه شفت زي هيك او شفت زي هيك. انت ممكن تكتب الثمانية عدلة زي هيك، انا بالنسبة لي لا، ايدي هيك يعني جاي بكتب الثمانية مايلة شوية. فبالتالي فكرة الماشين ليرنينج انه هي بتروح بتدور على النمط العام تبع الفيتشرز، انه ايش هي الفيتشرز الضاوية وايش هي الفيتشر الطافية، بغض النظر اذا كانت الصورة شفتت هيك ولا هيك او مايلة هيك ولا هيك. هي الباور تبع الماشين ليرنينج هي هذه الشغلة. لو انت بدك انه انت تعالج الموضوع بالطريقة تبعتك يعني، او مش بالطريقة تبعتك او بالتفكير تبعك، انه انت لازم تكون الصور كلها بنفس الفورم، معنى ذلك انه ما بيلزم ماشين ليرنينج انه انت تستخدمها عشان انه انت تعمل ريكوجنيشن. فانت ممكن تستخدم اف والس ستيتمنت، بتقول اذا كان بيكسل كذا وكذا 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 ضاوي وكذا 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 وطافي، معنى ذلك انه هو رقم كذا. بس بدناش احنا هيك، بدنا ماشين ليرنينج موديل، ونوجد فعلا انه لا اكثر. يعني طبعا هذه الصور 1797 هي عبارة عن أكثر من هيومن، إنه هو ساهم في كتابة هذه الشغلة. كل واحد عنده نمط مختلف، فالماشين أو الألجوريثم عمل كابتشر لهذا الباترن بغض النظر عن الشخص اللي بكتب، إنه هي النمط العام تبع الاثنين، هي النمط العام البكسلز الضاوية المتصلة بتكون بهذا الشكل يعني. تمام.